كما كتلاحظوا معنا مشاهدينا الكرام، برافو رجال الامن اعتقال جوج الاشخاص كيقوموا بعمليات السرقه هنا وسط المدينه. كما كتلاحظوا معنا تدخل ديال عناصر الامن، مشكورين، تحياتي لرجال الامن صراحه اللي كيقوموا بواحد المجهودات كبيره ومجهودات جباره من اجل ايقاف كل شخص مخالف، كل شخص يخالف القانون. يعني كما كتلاحظوا معنا جوج الاشخاص يشابه فيهم انهم كيقوموا بعمليات السرقه هنا في وسط المدينه، وايضا لقوا بالحوزه ديالهم يعني دوليو كيتشمكرو به. يعني كيف ما كتلاحظوا معنا تدخل بطولي من طرف عناصر الامن، فرقه ديال الدراجين اللي تم التوقيف ديالهم من طرف فرقه ديال الدراجين. بعد ذلك جات السياره ديال رجال الشرطه يعني بي اس باش نقلهم الى مركز المداومه التابع لمنطقه انفا. صراحة مشكورين رجال الأمن اللي كيقوموا بواحد المجهودات جبارة اللي خطينا أمن في بلادنا. يعني كون ما تمش الاعتقال ديالهم ورفضاتهم كاميرات المراقبة كانوا غيديروا شي فضيحة، كانوا كيتلقاو الناس أو الناس المارة من شارع لالا الياقوت. صراحة أحيي رجال الأمن على هذا التدخل البطولي، هلي خطينا أمن في بلادنا. كيف ما كتشوفوا معنا الدورية ديال الشرطة غادي تنقلهم لمركز المداومة باش يتم التحقيق معهم والبحث معهم ويشوفوا ملابسات ديال هذه القضية هذه، واش عندهم شي ضحايا أو لا. كما كتلاحظوا معنا الان رجال الامن طلعوهم دورية الشرطه، الان كيقوموا بالتفتيش ديالهم ويشوفوا شنو بالحوزه ديالهم. وفي هذه اللحظات غادي يتم النقل ديالهم الى مركز المداومه التابع لمنطقه عنف. صراحة أحيي رجال الأمن على التدخل البطولي، الله القسم برافو عليهم. في ظرف وجيز تم الاعتقال ديالهم وتم الإيقاف، صراحة لهلي خطينا أمن في بلادنا. أحيي رجال الأمن صراحة اللي كيسهروا على الراحة ديال المواطن باش ما تأدي حتى شي حاجة ويوقفوا كل شخص مجرم. دن كيف ما تبعتوا معنا مشاهدينا الكرام اللحظه ديال الاعتقال واللحظه ديال التوقيف ديالهم من طرف رجال الامن. مشاهدينا الكرام غادي نودعوكم على امان، تلاقاوكم في بث مباشر اخر ان شاء الله، الى اللقاء.